يا بالو لي هديك ربي جاك كل حاجة، راك نهارين هكا باش تموت راك بالشر. يا ليلى وراس امي لاني ماكل شيء، اي نعم ماني ماكل شيء، والله لما نوريك فيهم وراس امي لما نوريك فيهم نوصلها لموصلها الحكاية، خلينا نطلب الجماعة ونشوف الحكاية ومين باش يوصلها. الو اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك رابطة حقوق الإنسان السعودية، تفضل كيف ممكن نعينك؟ اسمعني يا متاع الرابطة اسمعني، أنا حبيت نعلمك لأني عامل إضراب، نعم أنا عامل إضراب. لكن هذه والله العظيم يعني غريبة، كيف تعمل إضراب وأنت موجود في السعودية؟ السعودية بلد الأمان والحرية. يا ودي لا مانيش سعودي، يعني أنا عايش في السعودية برك، أنا تونسي. يا الله الأخ تونسي ما شاء الله، الحمد لله يعني ارتحتوا من الدكتاتورية تبع بن علي، مبروك عليك الثورة التونسية. شنو ارتحتوا من الدكتاتورية تبع بن علي؟ يا ودي بن علي معاك، بن علي أنا الثورة تحكي عليها. أهو وأنت بن علي؟ يعني عفوا اخطأت، والله العظيم ظلمونك، كيف يخرجونك من تونس؟ والله العظيم انت مظلوم، مبروك عليك انك في السعودية، والله مشرفنا، بس يعني لو ممكن تقول لنا يعني انت ليش عامل اضراب؟ اسمعني باش نحكي معاك بكل ديمقراطية، نعم بكل ديمقراطية، انا عامل اضراب جوع لاني اولا احتجاج على الطباخ بتاعي، انا توحشتو، انا مانيش شمس بس نتوحش الناس الكل، وثانيا على 93 قضية، نعم 93 قضية اللي لفقوهم لي. ما شاء الله يا بن علي 93 قضية، يعني بقولك يعني سبع قضايا وتصير عندك 100. يا متاع الرابطة اسمعني، رام 93 قضية فيهم زوج عدام وفيهم برشا من 50 و60 سنة، يا ولدي حسبتهم ولام لسان وليلى يطلعوا لي 600 سنة حبس، انا مانيش ديناصور انا بشد 600 سنة حبس. شو قلت 600 سنة سجن؟ ما شاء الله، يعني بعد ما تخرج بعد 600 سنة سجن يعني تلقى تونس موجودة في الاتحاد الأوروبي. بس قول لي 93 قضية، يعني شو السبب اللي لفقوا لك بيه القضايا؟ يا ولدي اسمعني، أنا باش أقول لك علاش، أنا لفقوا لي 93 قضية على خاطرني معارض، نعم خاطرني معارض وموجود في السعودية، يلوموا فيا كيفاش نعارض في الحكومة المؤقتة، أنا بالأخر نفس الممارسات معاك نتاع العهد السابق، ما تبدل شيء، نفس الحكاية، معناها الثورة اللي عملناها بالنسبة لي أنا ما نشحتش، كيفاش معارض يلفقوا له 93 قضية؟ هذا الشيء ماهوش مبرر، ماهوش نتاعنا. بس لحظة أرجوك يا بن علي لو كان تفسر لي، لأنه ما عندنا إضرابات إحنا في السعودية، شو يعني تفسير هالإضراب جوع؟ يعني شو معناه؟ إضراب جوع معناه ما عادش تاكل خضرة، تاكل كانوا السماء والحمل علوش، نعم والله نحكي لك على أموري، يا ولدي عايش على السماء والعلوش. لك والله العظيم حممت لي قلبي، والله العظيم يعني مسكين أنت يا بن علي، راك تصير نحيف بالصمون والعلوش، بس يعني ممكن تفسر لي الحكاية؟ يعني كيف 93 قضية كلهم يعني على المعارضة، ما فيش يعني قضايا أخرى على الإسباب أخرى؟ يا ولدي صحيح أنا عندي قضايا أخرين، ما همش متاع كليفوات الدنيا، قضايا خفاف متاع قتل وبتاع، حتى أنا المخطط السابع متاعي قلت لهم تونس لازم ديما فيها 10 ملايين، نعم اللي فوق العشر ملايين نقتلوا. يا بن علي بما إنك عامل إضراب جوع نحن راح نوصل لك صوتك، وأنا راح أمرر لك المسؤول على إضرابات الجوع السيد معمر آل شبعان. لحظة بس، إنه معك في التلفون. بايوكي يعدوه لي. ألو ألو بن علي، شنو بن علي عامل أضراب جوع؟ روح كليت ولا الله لكليت، لعنة الله عليك، راك اسمعني بن علي، والله العظيم تستاهل لفقوا لك 93 قضية، وانت شنو لزك يعني تكون معارض؟ الكتاب الأخضر ما كذبش لما قال من تحزب خان واللجان في كل مكان، وهذه كلمة لجان كلمة عربية، لأنه اللجان هي جمع جن، والجن أصله تونسي، وانت بن علي أصلك جن، قال له تعارض، لعنة الله عليك.